في نوع آخر من البروبورشنال فالف بنسميه السولينويد بينش فالف، ده بيبقى عبارة عن بيسكلي الفالف نفسه ما بيبقاش ان كونتاكت مع الغاز اللي المفروض هو بيعمل عليه كنترول. يعني اكشوالي اللي بيحصل اللي بيبقى فيه عندي تيوب، هي دي اللي بيسكلي هو بيعمل لها بينشنج زي ما انتم شايفين كده هنا، بيعمل بيبقى في عنده هنا حاجة زي يعني في بيس هنا موجودة، والبيس دي كل ما انا اضغطها كل ما بتضغط على الفلو بحيث انها يبقى شكلها بالمنظر، كل ما اضغط عليها اكتر كل ما الفلو بقى ريستريكتد اكتر، كل ما بيسكلي الفلو بقى اقل. طبعا الكلام ده بيبقى مفيد جدا الحقيقه، ان مفيش كونتاكت خالص مع الاير مع اللي هو الخارج، وبالتالي مفيش اي احتياج للستيريلايزيشن للفالف ده خالص. طبعا ده له بارتيكولر ابلكيشن في الاكسبيريشن، يعني في الاكسبيراتوري فالف. الاكسبيراتوري فالف طبعا بيبقى جاي من البيشنت، الاكسبيراتوري فالف ما بيبقاش عندنا فيه مشكله لان الهواء ده بيبقى جاي من خارج البيشنت وبيروح للبيشنت، ما بيسمحش لان الهواء يرجع من البيشنت للجزء بتاع الانسبيريشن او الانسبيراتوري ليمب، فبالتالي مفيش مشكله ومفيش احتياج عندنا للجزء بتاع الاستيرلايزيشن في الانسبيراتوري فالف. بالنسبه للاكسبيراتوري فالف ده مشكله لان هو جاي من البيشنت. لو احنا عملناها بالشكل ده، لو احنا صممناها بالشكل اللي هو فيه سولينويد بينش فالف، يبقى في الحاله دي مجرد بس التيوب اللي موجوده دي اللي هي جايه من البيشنت بتتغير كل بيشنت وخلاص. يعني لما البيشنت يتغير يبقى التيوب دي نفسها بتتغير وخلاص، ذاتس ات، ونفس الفالف بيشتغل من غير احتياج للستيريلايزيشن اصلا. فطبعا بيبقى ميزه كبيره ان هو بيعمل يعني كنترول على الكروس انفكشن.